حبايبي هلو هاو ار يو. تعالوا النهارده نتكلم عن الحروف الحلوه الجميله مع الليتر اي. وقلنا قبل كده ناس كتير جدا متابعانا وعارفين ان الحروف الحلوه الجميله مع الليتر اي ساوند ا بفتح بقي على الاخر. تعالوا نشوف ازاي. يلا ورقه وقلم اكتب معايا بسرعه. با دا فا جا كا لا ما نا با را سا تا فا زا. بعد ما وصلنا للزاي بنعمل ايه كده؟ احنا خلصنا حاجة اسمها syllables يعني مقاطع صوتية، هناخد عليهم كلمات. البا ممكن تبقى بات بان بار. السا ممكن تبقى سات سان ساب ساد. التا ممكن تبقى تان تار تاكس. صح؟ ايوه طبعا صح. ايه كمان؟ الرا ممكن تبقى ران رات راب. الجا ممكن تبقى جاب جان، وهكذا بقية الكلمات.